don't even get to cross. السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا وياكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون مقارنة بين القاصفة بي 1 بي لانسر والقاصفة الجديدة دارك ستار. نبدأ بالقاصفة الأمريكية، نشرح عنها اللي هي حاليا أقوى قاصفة باللعبة. تمتلك دم 16900، السرعة 113.7، قدرة على المناورة 45.5، مدى الرادار 16 كيلومتر، الحارق اللاحق أو السرعة القصوى 139. نجي للقاصفة دارك ستار، تمتلك دم 16900، السرعة 139، القدرة على المناورة 65، مدى الرادار 16 كيلومتر، الحارق اللاحق أو السرعة القصوى 176.9. نبدأ بالقاصفة الأمريكية بي 1 بي لانسر اللي هي حاليا أقوى قاصفة من ناحية الدمج. دمج الكلي للقاصفة بي 1 بي لانسر 527971. وهسه نجي للقاصفة الجديدة دارك ستار. الدمج الكلي للدارك ستار 464861. فوقت البي 1 بي لانسر على القاصفة الجديدة دارك ستار من ناحية الدمج. ولهنا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون تكتبون رأيكم عن القاصفتين بالتعليقات. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. كان معكم زيبق، مع السلامة.